إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله ربكم، فإن الله عز وجل يقول عن الشيطان حينما عصى وطغى أعاذنا الله عز وجل منه، حينما قال لربه قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وإن من مكائد عدو الله يا عباد الله، وإن من مصائده التي صاد بها قلوب الجاهلين الاستئناس إلى سماع الأغاني والمعازف التي تصد القلوب عن القرآن. فالغناء سمي في شريعة المسلمين، في شريعة رب العالمين، ببضعة عشر اسمًا كما يقول العلامة ابن القيم، كلها تدور على الذم. فمن ذلك أنه سمي باللهو واللغو والباطل والزور والمكى والتصدية ورقية الزنا وقرآن الشيطان ومنبت النفاق في القلب والصوت الأحمق والصوت الفاجر وصوت الشيطان ومزمور الشيطان والسمود. أسماؤه دلت على أوصافه تباً لذي الأسماء والأوصاف. أيها المسلمون، لقد جاء ذم الغنى والمعازف بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ومع أن المؤمن تكفيه آية واحدة من كتاب الله عز وجل أو حديث واحد من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستمسك بأمر الله ويترك هذه الآفة. قال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالًا مبينا. أما ما جاء في نصوص الكتاب العزيز فكقوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال ابن عباس وجابر وابن عمر رضي الله عنهم: لهو الحديث هو الغنى والاستماع له. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء والله الذي لا إله إلا يرددها ثلاث مرات. وكذا قال مجاهد والحسن البصري وعكرمة وجماعة من السلف. ولذا قال المفسر الواحدي وأكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغنى. قال ابن القيم رحمه الله: ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغنى. عباد الله، وكذا جاء ذم الغناء في قوله تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. قال ابن عباس: وأنتم سامدون هو الغناء، كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا ولعبوا. وقال رضي الله عنه: السمود في لغة حمير يعني الغناء. أيها المسلمون، عباد الله، وجاء ذم الغناء في قوله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صوته كل داع إلى معصية الله تعالى
وقال تلميذه مجاهد الذي أخذ عنه التفسير آية آية صوته الغنى والمزامير واللهو، ولذا قال المفسرون جمعا بين هذه الأقوال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، أي بدعائك بالغنى والمزامير وكل داع إلى المعصية. عباد الله، وفي قوله تعالى: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ذكر ذلك عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، ذكر هذه الآية كما جاء عنه بإسناد صحيح، فقال: إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل ويبطل به اللعب، ليذهب به الباطل ويبطل به اللعب والزفن والزمارات والتصاوير والخمر. أيها المؤمنون، وأما من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فبحر لا ساحل له، ألف فيه علماء السنة مصنفات كثيرة، فمن ذلك ما روى أبو عامر أو أبو مالك الأشعري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليه بسارحة لهم يأتيهم، يعني الفقير، لحاجة، فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. رواه البخاري معلقا مجزوما ووصله غيره، وصححه كبار علماء الأمة. والمعازف عباد الله هي آلات اللهو بجميع أنواعها، فذمهم النبي صلى الله عليه وسلم على استحلالها، وقرن ذلك باستحلال الكور أي الفرج وهو استحلال الزنا، وباستحلال الحرير والخمر، وتوعدهم بالخصف والمسخ مما يدل على شناعة استباحة المعازف. وقد روى الترمذي وغيره عن عمران بن حصي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله متى ذاك؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمر. وروى أبو داود في سننه عن نافع قال: سمع ابن عمر مزمارا فوضع أصبعيه على أذنيه ونأى عن الطريق وقال لي: يا نافع، هل تسمع شيئا؟ قال: فقلت: لا. قال: فرفع إصبعيه من أذنيه وقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا. عباد الله، وقد تظاهرت أقوال علماء أمة الإسلام في جميع المذاهب الإسلامية على بيان تحريم الغنى والمعازف. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مذاهب الأئمة الأربع أن آلات اللهو كلها حرام، ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا. وقد صدق رحمه الله، فقد نقل أصحاب الإمام أبي حنيفة عن تحريم سماع الغنى قال الألوسي الحنفي في روح المعاني أن أبا حنيفة قال: إن الغنى حرام في جميع الأديان. ونقل السرخسي في المبسوط عنه أنه قال: لا تقبل شهادة من يسمع الغنى أو يجلس مجلس الغنى. وعده صاحب كتابي الهداية والذخيرة الحنفيان عداه من الكبائر. أما الإمام مالك رحمه الله فقد نقل عنه الإمام أحمد أنه قال: إن ما يفعله عندنا الفساق. وقال الطبري المفسر: أما مالك بن أنس فإنه نهى عن الغنى وعن استماعه. قال الطبري: وهو مذهب سائر أهل المدينة. وقال الحافظ بن عبد البر المالكي في كتابه الكافي: لا تجوز شهادة سماع الغنى، لا تجوز شهادة سماع الغنى ومن يخشى المغنين ويخشونه. وأما الإمام الشافعي فقال في كتابه الأم: الرجل يغني فيتخذ الغنى صناعة يأتي عليه ويؤتى إليه ويكون منسوبا إليه مشهورا به معروفا، والمرأة
لا تجوز شهادة واحد منهما، وذلك أنه من اللهو المكروه، ومن صنع هذا كان منسوبا إلى السفه، وسقاطت المروءة ترد بها الشهادة انتهى. ونقل ابن الهيتمي الشافعي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر عن الشافعي أنه سئل عن هذا فقال: أول من أحدثه الزنادقة بالعراق حتى يلهو الناس، أول من أحدثه الزنادقة بالعراق حتى يلهو الناس عن الصلاة وعن الذكر انتهى. وأما الإمام أحمد رحمه الله فقد قال كما جاء في مسائل ابنه عبد الله: الغناء ينبت النفاق لا يعجبني. ونص الإمام على كسر آلات له كالطنبور وغيره إذا رآها مكشوبة. قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المقنع على مذهب الحنابلة: فلا تقبل شهادة المتمسخر والمغني والرقاص عباد الله. وليس هذا فحسب، بل نقل الإجماع على حرمة الاستماع إلى الغنى والمعازف جمع من العلماء، منهم القرطبي المالكي وابن الصلاح الشافعي وابن رجب الحنبلي. يقول القرطبي: أبو العباس رحمه الله: أما المزامير والأوتار والكوبة أي الطبل فلا يخلو اختلفوا في تحريم استماعها، ولم أسمعنا عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك، وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق ومهيئ الشهوات والفساد والمجون. وما كان كذلك لم يشك في تحريمه ولا تفسيق فاعله وتأثيمه. وقال ابن الصلاح: الإجماع على تحريمه أي الغنى، ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح الغناء. وحتى تعرفوا عباد الله الفرق بين السلف وأهل هذا العصر، استمعوا لقول شيخ الإسلام ابن تيمية حين يقول: فاعلم أنه لم يكن في عنفوان القرون الثلاثة المفضلة لم يكن في عنفوان القرون الثلاثة المفضلة لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا مصر ولا المغرب ولا العراق ولا خراسان من أهل الدين والصلاح والزهد والعبادة من يجتمع على مثل سماع المكى والتصدية، لا بدف ولا بكف ولا بقضيب، وإنما أحدث هذا بعد ذلك في أواخر المئة الثانية، فلما رآه الأئمة أنكروه. ويقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: ومن زعم أن الله أباح الأغاني وآلات الملاهي فقد كذب وأتى منكرًا عظيمًا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلوا ما تسمعون واستغفروا الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه، وأمرهم بالإكثار من ذكره في جميع الأوقات، ونهاهم عما يصدهم عن ذكره وعن الصلاة. أحمده أن بين لعباده طريق الخير ليسلكوه، وحذرهم من طريق الشر ليجتنبوه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد عباد الله، فاتقوا الله تعالى وتأملوا في قوله تعالى في مدح عباده المهتدين الذين نسأل الله أن نكون منهم: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال المفسرون: لم يقل الله تعالى والذين لا يشهدون بالزور، فلشهادة الزور نصوص أخرى، وإنما قال لا يشهدون الزور حتى
يكون المراد ألا يحضرون الزور الذي منه الغناء، فمدحهم على ترك حضور مجالس الزور. قال مجاهد ومحمد بن الحنفية من التابعين في قوله تعالى لا يشهدون الزور أي لا يسمعون الغناء. وقال أبو جعفر الطبري المفسر رحمه الله وذكر عموم الآية في المراد للزور، قال ويدخل فيه الغناء لأنه أيضا مما يحسنه ترجيع الصوت حتى يستحلي سامعه سماعه. فيا عباد الله، يا أيها المؤمنون بالله ورسوله، كونوا ممن مدحهم الله تعالى بقوله هذا لا يشهدون الزور، وبقوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما. إياكم ومشاركة أهل الباطل والزور في أماكن فسوقهم، فإن شهود ذلك أعظم من مجرد الاستماع المجرد، لأنه جمع مع المعصية، المجاهرة ودعوة الناس للمعصية وتحسين ما حرمه الله، جمع مع المعصية المجاهرة ودعوة الناس للمعصية وتحسين ما حرمه الله مما يكون لازما ويكون زازما وسببا لأنواع العقوبات العاجلة في الدنيا قبل الآخرة، كما سمعتم آنفا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع الخسف والمسخ إذا ظهرت القينات والمعازف. بل قال ابن القيم رحمه الله والذي شاهدنا نحن وغيرنا وعرفناه بالتجارب أنه ما ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم وفشت فيهم واشتغلوا بها إلا سلط الله عليهم العدو وبلوا بالقحط والجدب وولاة السوء. انتهى. عباد الله، احذروا قرآن الشيطان، احذروا رقية الزنا، احذروا سماع الأغاني والمزامير والمعازف، احذروا شهودها لأنها والله تفسد البلاد، وقبل ذلك تفسد القلوب وتنبت فيها النفاق، كما جاء عن كثير من السلف. قال ابن القيم رحمه الله ما اعتاد أحد الغناء إلا ونافق قلبه وهو لا يشعر، ولو عرف حقيقة النفاق لأبصره في قلبه، فإنه ما اجتمع في قلب عبد قط محبة الغناء ومحبة القرآن إلا وطردت إحداهما الأخرى، فاختر أنت أيهما تريد. انتهى. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ولهذا يوجد من اعتاده واغتدى به أي الغناء لا يحن إلى القرآن ولا يفرح به ولا يجد في سماع الآيات كما يجد في سماع الأبيات، بل إذا سمعوا القرآن سمعوه بقلوب لاهية وألسنة لاغية، وإذا سمعوا سماع المكى والتصدية خشعت الأصوات وسكنت الحركات وأصغت القلوب. أيها المسلمون، لقد تمالأ أهل هذا العصر أكثرهم على سماع الغناء، وحق فيهم قوله صلى الله عليه وسلم يستحلون المعازف، لقد فعلوها فعل المستحل فجعلوها كالحلال وانحرموها، وهؤلاء في من يقولون حرام ويتهاولون في سماعها، أو من استحلها وجعلها حلال إما بشبهات باطلة أو بفتاوى شاذة تخالف ما عليه علماء وأساطير أئمة الإسلام وتخالف الكتاب والسنة. ولكن أيها المسلمون، مع ذلك الله عز وجل يقول معذرة ولعلهم يتقون، لقد أخذ الله عز وجل الميثاق على أهل العلم ليبينونه ولا يكتمونه، وأن من لم يبين ويكتم فقد نبذه وراء ظهره ويشتري به ثمنا قليلا. فلننظر عباد الله من خلال هذه الخطبة وهذه الكلمة فيما سمعناه من كلام الله عز وجل وتفسير الصحابة ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام علماء الإسلام قاطبة بما نقلوا، هل نحن ممن قال الله فيهم
إذا تليت عليهم آيات الله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أو ممن قال الله عز وجل في الجانب الآخر سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لقد قال الله عز وجل في كتابه في آيات مبينا ذم الهوى، وأن الناس قد يعرف الحق أحيانا ومع ذلك يخالفه لهوى ولشهوة ولما عليه أكثر الناس. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن من استمع لهذه المعازف المحرمة يوشك أن يحرمه الله عز وجل من سماع الأصوات الحسنة في جنات النعيم، فإن في الجنة ما لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فصوموا عباد الله آذانكم، صوموا آذانكم عما حرم الله من الغيبة والمعازف ومن البلاءات التي حرمها الله، فإنها مفسدة للقلب. صوموا ليوم تلقون فيه الله عز وجل، وعطروا أسماعكم بذكر الآيات البينات، وكونوا من المتمسكين بسنة ربكم، ولا يستخفنكم الناس، فإن أكثر الناس كما قال الله لا يوقنون، وكما قال الله ولا تجد أكثرهم شاكرين، وكما قال الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وكما قال صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم ابعث النار، قال يا رب كم؟ قال من كل 100 99 في النار وواحد في الجنة. فاللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارزقنا إيمانا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. نحب بحبك من أحبك، ونبغض ببغضك من أبغضك. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم ارزقنا يا حي يا قيوم قلوبا سليمة وألسنة صادقة. يا حي يا قيوم طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وآذاننا من سماع الخنا والغنى والمعازف. يا حي يا قيوم، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اصلح أئمتنا ولاة أمورنا وولاة المسلمين، اللهم اجعل ولايتنا والمسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم من كان أولياء أمر المسلمين كحاملا بكتابك وسنة نبيك ونصحا لعبادك، أضل عمره وثبت ملكه، وانصره بجند من عندك وغيره بروح منك. ومن كان غير ذلك فأد للمسلمين بخير منه، ولا تسلطه على عبادك يا حي يا قيوم. اللهم اجعل ولاة أمورنا قائمين بأمرك، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر يا حي يا قيوم. اللهم يا رحمن السماوات والأرض، اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لأجدادنا وجداتنا، اللهم اغفر يا حي يا قيوم لأزواجنا وزوجاتنا وذرياتنا، اللهم اغفر لأزواجنا وذرياتنا، اللهم اغفر لأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا، اللهم اغفر لمشايخنا ومعلمينا، اللهم اغفر لمن له حق علينا، اللهم اغفر لنا أجمعين الأحياء منا والميتين، اللهم اغفر لنا يا حي في مقامنا هذا، وخاصة المستمعين المبادرين المستمعين لذكرك، المبادرين للإتمام بقولك إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. اللهم اهد من ضل منا يا حي يا قيوم، اللهم اهد من ضل منا وزد من اهتدى منا هدى وتقى وصلاحا يا حي يا قيوم. اللهم يا رحمن السماوات والأرض، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعل سائقنا إلى جناتك، اللهم اجعل سائقنا إلى جناتك. اللهم ارزقنا إيمانا بمتشابهه وعملا بمحكمه، اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا وحجة لا علينا، لا حجة علينا يا حي يا قيوم.
اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام وفي بلاد اليمن وفي ليبيا في كل مكان. اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم بعدهم من الفتن والشقاق والنفاق، اللهم أعن عليهم خيارهم وحكم فيهم كتابك وسنة نبيك. اللهم عليك بالشيوعيين الملحدين والصفاويين الغاضبة، وعليك بالنصريين وعليك بالعثمانيين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا، اللهم اهلكم بددا ولا تغادر منهم احدا، اللهم لا تكرم لهم غايه، اللهم شتتهم ومزقهم، اللهم سلط عليهم جندك، اللهم سلط عليهم جندك يا من لا يعلم جنده الا هو. اللهم ان الامر امرك والخلق خلقك، لك الامر والخلق تفعل ما تشاء، تدبر هذا الكون على امرك، ما كل شيء بامرك، كل يوم انت في شان، لا يعزب عنك مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا يحصرها في هذا الكون الا بقدرك واذنك. اللهم يا حي يا قيوم اصرف الوجه من ذنوبنا، اللهم انا نبغيك بذنوبنا فاغفر لنا وارحمنا، لك الرتبه حتى ترضى، لا تؤاخذنا والمسلمين بذنوبنا، عافيتك اوسع لنا. اللهم لا تسلط علينا اخوان القراده والخنازير، ولا تسلط علينا الرافضه عباد القبور. اللهم لا تسلطهم علينا يا حي غير بذنوبنا، اللهم لا تسلطهم علينا بذنوبنا ولا بما فعله السفهاء منا، ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، انت ولينا فاغفر لنا وانت خير الغافرين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.